انتهت مغامرة الأولاد الثمانية في عالم الديجيتال وعادوا إلى عالمهم الحقيقي، فهناك تنتظرهم مغامرات وواجبات لا تقل أهمية عما قاموا به هنا. العبور بين العالمين صعب جدا، والبوابة أغلقت اليوم، لكن من يدري، قد تفتح مرة ثانية في وقت ما ويحدث انتقال آخر إلى عالم الديجيتال، ونكون مع رحلة جديدة ومغامرات مثيرة. أعزائي، بلغني أن رحلة جديدة إلى عالم الديجيتال ستحدث قريبا، وأن أولادا جددا سوف يعبرون البوابة ويصلون إلى أرض الديجيتال، حيث رعد وهديل وخرموش وغيرهم. لكن كيف ستتم هذه الرحلة ومن هم أبطالها؟ تابعوا تلك المغامرات الشائقة في الجزء الثاني من أبطال الديجيتال.